السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. عواشركم مبروكة، والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي. المهم، مرحبا بكم في قناة ديال يونس وأشواق. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة عن تتمة ديال الجزء الأول اللي بديت ليكم ديال تجهيزات العيد. اليوم غيكون الجزء الثاني، غنقدم لكم او غنشارك معكم واحد الوصف او واحد الحلوه اللي وجدتها للعيد. بسيطه ومكونات ديالها بسيط وكتعطي كميه كثيره، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. وغنشارك معكم الروتين ديال العنايه بالوجه بطبيعه الحال. ما تنساوش تعتنيو براسكم وتعتنيو بالبشره ديالكم، ما تنساوش راسكم في الكوزينه وتنساو راسكم، يعني ضروري ضروري تهتموا براسكم. المهم، خليكم معايا حتى الاخر. المهم، هذه الحلوه ديال اليوم اللي غادي ندير سهله العجينه ديالها. المهم، كتحتاجوا فيها 5 ديال البيضات. شو جات على شكل ا؟ هذاك الشيء بغيت نقولك، جايه على شكل ا. 5 ديال البيضات اشواق، والزيت الزيت 2 كيسان ديال العنبه، 2 كيسان ديال السكر. كتحتاجوا 8 غرام ديال، ما كتبينهاش، 8 غرام ديال الفاني و 16 غرام، يعني ساشيه وحده، و 16 غرام ديال البيكين باودر، يعني 2 لي ساشي. رشه الملح، هذا الحليب بودرة 2 معلقات. تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، انا ضفتو لحقاش كيجي زوين. وكتبقاو تزيدوا الدقيق على حسب الخليط. المهم، هذه العجينه هذه خاصها تجي رطبه عكس نتاع البهله. المهم، كنخلطوا البيض، غنزيدوا عليه السكر، غنحاول نخلط مزيان هاد العناصر حتى يندمجوا. وثاني اذا نحاول انها تدوبلي مزيان، يعني ما تبقاش نحس بها. هاد العجينه هادي راه كتعطينا كميه كثيره نتاع الحلويات. المهم، كنصوبوها بالفرشيطه، هادي الحلوه ديال الفرشيطه، كنصوبوها بحال هكا صافي حتى نكملوها كامله. وانا راني شعلت الفران حتى يسخن مزيان، ومن بعد نقللو له وندخلوها في الوسط، يعني يكون العافيه من تحت، ونخليوها حتى تطيب وصافي. على الرجيلات ديال الدب. هذا التفصيل الاول، الشكل الاول طاب. دابا غندوزو للشكل الثاني. يكون بالزيت عاد تكورو، هذا غادي نديرو بحال هكا، غنديرو على شكل قريصات بحال هكا. حاولوا تديروهم صغيورين لحقاش راه كيديروا في الفران شويه كيتزاد الحجم ديالو. وهذا الشكل الثالث، عندي له بحال هكا، كيجي بحال الشكل ديال ديالاش ديال شي وريقه، الباطو اللي قلتي انت. بحال الباطو، بحال شي وريقه، الباطو ديال هكا غابه امازون. وكندوزوه في بياض البيض بحال هكا، وكنديروه في كاوكاو مهرمش. خيونس مهرمش وليش مزيان. ايوا هو هذاك، شي حاجه كيجي في النسمه اللي جات فيه كتسمع ديك شو قداش ماشي مشكل. الصراحه انا عجبتني الطريقه، يبقى هكا. المهم، كتمشيو على هاد الطريقه هذه. هادو كبارين ما كيشدوش راسهم مزيان. المهم، بحال هكا. المهم، هادو راهم طابو وهادو حتى هما، هادو غادي نلاصقهم مع بعضياتهم، داكشي شدرتهم صغيورين. دابا تشوفوا الشكل في الاخر النهائي ان شاء الله. وبالنسبه لهادو اخر وحدين، غادي نديرهم حتى هما دوائر عادي، ولكن غنديرهم كبيبرين شويه على الاخرين لحقاش هادو ما غنلاصقهم ما والو. انا غنوريكم قياس لحقاش هما اصلا كيزيدو كيتنفخوا بحال هكا.
المهم البنات هنايا باش نجهز واحد الصلصه كنحتاجو فيها كاس ديال الحليب و 50 غرام ديال الشكلاط ومعلقه صغيره سنيده. الا بغيتو تزيدو الكاكاو زيدوه، بالنسبه انا ما زدتوش لحقاش الشكلاط اصلا فيه الكاكاو جاي مذاق مر. صافي غادي نخلطها وغنخليها حتى تغلي، طلع فيها الغليه غنخليها واحد 30 ثانيه هكا، ومن بعد غنطفي عليها نخليها حتى تبرد وديك الساعه غنستعمل. المهم هذه البنات دوك اللي صغيره كنلصقها بالكونفيتير، كنديرها كلها في الكونفيتير ومن بعد غنحطها في الكوك. ضحكوا عليا البنات فاش مشيت نشري الكوك، مشيت لعند واحد السوبر ماركت ومعاه كاين واحد بنغالي هنايا خدام بنغالي ودخل كنقول له عطيني الكوك واش كاين الكوك، مسكين جبد لي الكاكاو وجبد لي الكركم ويوس كملها قال له عطيني الكاكاو، عاود جبد له الكاكاو. قلت له ودي عاد فكرت جوز الهند، جوز الهند بودر، قال لي واه بالعربيه كيقولوا له جوز الهند، بالانجليزيه كيقولوا له كاكاونز، راه غير حشمه يقول لي منين جبتي داك الكوك داك الكوك ديال الكاوكاو عاوتاني كيقولوا الفستق هكا بحال هذا الشكل كيجي بصراحه الشكل ديالو مزوين. المهم بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي درتهم كبيبرين شويه انا كندوزهم في هذه الصلصه اللي درتهم وغنخليهم كنخليهم شويه يشربوا، ومن بعد شي غادي نلويه في الكوك وشي غادي نديرو في البيسكوي مهرمش او صافي بيني غنكمل حتى المغرب. قربت لينا المغرب، راه يونسو بالبرجر، انا نوريكم البرجر ديال يونسو باش ما تحكروش راه وجد هو المغرب. صوب صربعه ديال البرجر ها نتوما، ها البرجر ديال يونسو معمرين خماطيشه ما كتبانش راه كاين حتى الفريت تما، لا حتى الفريت كيعجبني فيه درسو ايوا، والفريت راه حرقو شويه انا نوريكم ما تضحكوش على فريز ديالي مابقى شويه محروق ولكن بنين لا لا كان كيقابل معايا الحلوة ونسى الفريزو كان كيشد لي صور لي. مهم واخيرا ساليت هكا الشكيلات خرجوا خمسة الالوان، خمسة الشكيلات كتجي بنينة. المهم هادي هي الكمية اللي عطات ديال الحلوة من غير شي حاجه كليناها انا ويونس راه كيجي الصراحه كتجي بنينه الصراحه كتجي واعره لذيذه بزاف مع اتاي مشحر بالنعناع دوز اتاي هذا. المهم البنات اول حاجه غندير غنحيد الشعر ديالي هنا، يعني الشعر ديال الوجه انا كنحيد غير هنا ما كنحيدش زعما حجباني ولا شي بلاصه وحده اخرى، ما نورمالمون كنحيد بالخيط وصراحة احسن حاجه انا بالنسبه لي تحيد بها هي الخيط، ولكن دابا ما فيا ما يحيد بالخيط ما في صراحه ما يتقصح شويه. غنستخدم هاد لاباري هادي نحيد بها بالزربه بالخفه اللي ما كتحس بحتى شي حاجه وكتحيد دغيا، غير هي يعني الفرق بينها وبين الخيط، الخيط كيخلي مده طويله باش عاد كيبقى ينوض داك الزغيبات الصغيورين، ما هادي يعني من بعد مده قصيره كينوض. من بعد غنغسل وجهي بهاد لوجين نيتوايون مع الفرشاة ديال فوريو، فرشاة فوريو صراحة زوينة كنصحكم بها، ولا اي فرشاة مهم تكون ديال السيليكون باش ما كتجمعش البكتيريا فيها. المهم راني جريت معايا يونس حتى هو غادي يعتني اليوم بوجهه ولكن ما غاديش يستعمل معايا الفرشاة، خاصني ناخذ لك شي وحده لحقاش هادي الاستخدام شخص واحد فقط. اش وقت جبتنا نديرو ندير داك الشيء شحال هادي ما عتاني من راسنا، واخا كنت كنديرو مكيعجبني ندير يا سلام مع الحرارة هنايا. بما كتشوفوا انه شوية ديال الراسي ديال شنو انا خصني وجهك وانت في غير خصك تشري البحر واخا واش حكرا حكرا بيدي بدا اه
ملي كتغسلو وجهكم كتمسحو بالفوطة؟ ايه لا كنمسحو فوطة باش كندير واحد الماسك. يا سلام كيعجبني هاد الماسك حيت كينتمي ليا من بلادي كاين جهة المرس لا كتعرفو الإقليم بولمان كاينة واحد الضايا سميتها ضايا تعوة. انت ما غنديرو الماسك مازال ما درتش الماسك مازال غنضفو وجهنا بهذا ونديرو البخار يلاه خليكم معايا من بعد غادي نستخدم هاد لو برودوي هذا اللي كيرطب البشره وكينظفها حتى هو وخاصك تقاد تماصي في البشره ديالك من 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ومن بعد غندير البخار. انا بديت بها الاولا باش خاص البشره يعني تنظف باش يدخل فيها البولار البخار باش السلام مضبوط راك فطرتي. المهم وصلت المعلومه يلا خليكم معنا. كيف ما كتشوف كدير شويه بشويه هذا كيرطب الخوت هذا كيرطب الوجه تينقيه كيرطب وكينطب انا صافي غير نسكت حسن ليه ها الماء يمكن 10 دقائق وانتوما ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق على حسب البشره ديالك وانت كتحك كيعطي النصائح في الجيم نعطيكم النصائح راه خبره واخا كل خليكم معنا حيت هذا الشيء غيطول غنرجعكم. مشوق شنو هذا البخار اللي غادي نستخدم لوجهي درت فيه الورق الكاليبتوس ودرت فيه الخزامه ودرت فيه عود النوار. هاد البخار هذا منه مزيان للوجه باش تفتحوا الماسة ومنه مزيان للمرض خصوصا دابا مرض كورونا وحتى من غير كورونا الحساسيه ولا اي شيء مزيان الواحد يستنشقوا البرد زوينين هادو اي بخصوص الفيروس كورونا حاول ما امكن هاد البخار تسرطوه ماشي انا اللي قلت والاطباء اللي تيقولوا يشربوا بحال حتى تشرب هذا الماء شرب البخار. هاي اشواق جايه بحال العروسه بحال شي ديروا الفوطه بحال هكا وتبقاو تخليوا يطلع فيكم مزيان 5 دقائق وانت دايره هكا 5 دقائق حتى 10 دقائق والبخار كيطلع لكم في وجهكم وصرطيه حتى بحال كتشربيه حفاظاً على باين هاد الشي راه عاطي ريحته زويونه الريحه زوينه وفي نفس الوقت معقم كيعقم حتى البشره راه هي اشواق تاع انتم شوفوا كي كيولي وجهي سخون وكيبقى وارقع ها ولكن بقاو لمده 5 دقائق شوفوا اشواق اش كدير ما اش كتصنع ماشي غير كورونا اللي تموت في هاد الحراره انا غنموت انت غير سموسي كورونا تقتلي كورونا تقتلي شوفوا شوفوا اللي دولا بحال خرج دابا نوبت يونس انني استنشق كي جاك الحمام د البخار يا سلام زوين والله ما كرهتو صحتي كامل صراحة زوين كيعطي واحد الريحة زوين بهاد سميتو خزامة خزامة ريحتها زوينة بالخصوص قرنفل ولا سميتو قرنفل قرنفل ودابا من بعد ما درنا البخار غادي نحيدو لي بوان نوار. لي بوان نوار حاولوا ما امكن انكم ما تحيدوهمش بالضفار ديالكم لحقاش كيكونوا سامين يعني الاظافر احسن يعني من بركوش بهم على البشره ديالنا. فاحسن حاجه انا كنخدم بها هي المقبض ديال باتشا من هاد الجهه الفوقيه كنبقى نحيد بها من بعد ما كنعقمو عقمتهم بجوج ومن بعد كتبقى دوز بحال هكا كتبرك كتحاول تضغط شويه كيحيد لي بوان نوار وفي نفس الوقت ما كيتصوبش داك التضغطيغ غادي نديرو هاد الماسكارا ديال الطين الابيض بالورد زوين بزاف كنصحكم تاخدوه راه ما كيكونش غالي بزاف
ولكن النتيجة ديالو زوينة بزاف. جيم ما نبقاش كنحس به. يا انا حكيت حكا دابا خصنا وجدنا اخر حاجه هي غنديروا شي كريم والطيب باش نرطبوا البشره ديالنا. شكي ولينا بويض ها ديرلك لا ندير راسي المهم لحد الان غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ياك ياك اه نعم سي نخليكم ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش دير لنا اشتراك الناس اللي اول مره يشوفوا الفيديو ديالنا القناه ديالنا. الى عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا التشجيع ديالكم لي لايك لي كومونتير سبسكرايب تعليقات المرة ديالكم وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله. نتمنوا الفيديو ديالنا الجديد جاي ان شاء الله. تحياتي بس العشرين.